بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، متابعة لحديثنا عن الأخلاق الإسلامية التي أمرنا بها، قبل أن أسرد ذاك الحديث ذكرت أحدا سألني عن حكم قص الشعر والأظافر إذا أراد الإنسان أن يضحي. من السنة يا أحبتي الكرام، إذا أراد نوى الإنسان أن يضحي ألا يقص شعره ولا أظافره، وهذا لا علاقة له بالإحرام، لأن بعض الناس ينقل هذه الكلمة فيقول المضحي مثل المحرم، هذا لا علاقة له بذلك، هذه سنة مستقلة، لأن الإنسان حينما يضحي يغفر الله تعالى له بعدد شعره وبشره وأظافره وكل جزء فيه، فكلما طالت أجزاؤه كلما نال مغفرة أكثر، هذا ما ورد في السنة بخاصة بهذه المسألة. هذه سنة، فلو أن الإنسان يعني قص شعره أو أظافره لا قصد لمخالفة السنة ولكن وقع منه ذلك لا حرج، يعني ما في أي حرج عليه، يضحي ويستمر بأمره ما في حرج عليه، لكن من السنة والفضيلة أن ينال أكثر في الأجر. أما الغسل إذا أراد أن يغتسل أيضا سألني أحد الإخوة فلا حرج، موضوع الغسل لا حرج عليه أبدا. هذا بما يتعلق بشيء من أحكام الأضحية، ولا أحكام تفصيلية سأذكرها إن شاء الله تعالى قريبا. الخلق الإسلامي الذي سنتكلم عنه اليوم هو خلق حفظ السر وعدم إفشائه للناس. السر يا أيها الإخوة هو ما كان حديثا بين اثنين أو جماعة لا يخرج من غيرهم أو إلى غيرهم. وقد قال أهل العلم إن الرجل إذا كلمك بكلام ثم التفت فهذه أمانة وسر. السر يا أيها الإخوة الكرام إن لم يكن فيه تعد على حرمات الله ومعصية من معاصي الله يجب على المسلم حفظه. ومن أخلاق المؤمن الأخلاق النبوية الطيبة الشريفة أن يحفظ الإنسان هذا السر فلا يبلغه لأحد من الناس إلا إن أذن فيما بعد صاحبه بذلك. قلت إذا لم يكن في الأمر معصية أو تعد على حرمة من حرمات الله، فلو أن إنسانا سارني فقال لي سأسرق بيت فلان، هذا ليس سرا، هذا يستحق أن أفشيه ليأخذ المسلمون حقهم من هذا الإنسان المجرم. أو إنسان قال لي سأذهب بالليل لأعتدي على عرق فلان والعياذ بالله، أو قال لي سأذهب لأضرب فلانا أو أقتله أو أفعل به ظلما من أنواع الظلم، فهذا ليس سرا وينبغي أن أنصحه وأمنعه، فإن لم أستطع أن أخبر لكي يذهب الناس عنه هذا الأذى والشر ويبعدوه عن شره. أما إن كان كلاما أي كلام في غير معصية، سواء كان كلاما عاما أو كلاما يتعلق بشأن خاص لا علاقة له بالمعاصي، فلا ينبغي للمسلم أن يتحدث به أبدا، وهو خلق درج كثيرا من الناس على تركه لا على الالتزام به. فترى الرجل مع زوجته تحدثه بأشياء في حياتها عن أسرتها عن أهليها، فيخرج صباحا ليدخل على أهله، يا أمه سمعت ما قالت زوجتي عن أمها، ماذا قالت؟ والنساء يعني من اهتمامهن الكلام، هذا أحد أهمياتهم، فماذا قالت؟ قالت كذا، فتنشر هذا الكلام وينشر هذا الكلام، زوجته تعاقبه عند المساء، ماذا أخبرك؟ أنا أخبرتك فيما بيني وبينك، لا علاقة لك، أنا رجل أنا أقول ما أريد، لا يا أخي هذا صار سرا، هي ما أردت منك أن تفشيه، فلا ينبغي لك أن تفشيه، وقلت في غير معصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا إلى موضوع في هذه المسألة أكثر حدوثا وأكثر أهمية وقد لا ينتبه إليه الإنسان. أخرج الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الناس وزرا عند الله يوم القيامة
الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. إيش يعني؟ يعني مسائل الجماع وإتيان الزوجة، ده عمل بكذا، فعل معنا كذا، ثاني يوم يذهب إلى أصدقائي، والله فعلت كذا، والله فعلت كذا. أعوذ بالله، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس وزرا عند الله يوم القيامة، يفشي سره. وكذلك المرأة إذا جلست بين النساء، النساء أيضا لا يخطر في بالهن أن هذا سر ولا ينبغي الكلام فيه. النساء أكثر حديثا، قد الرجال يكون عندهم ضبط في هذه المسألة بعضهم، لكن كثير من النساء أو النسوة ليس عندهن ضبط في هذه المسألة، فتكلمنا بما يعني يحاربهن الشيطان عليه. هذه المسألة يا أحبتي الكرام ورد في شأنها أحاديث عديدة، منها ما أخرجه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تأيمت ابنته حفصة. تأيمت يعني صارت أيما، والأيم من لا زوج لها، أي توفي زوجها. الله تعالى قال في القرآن العظيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، والأيم يطلق على الرجل وعلى المرأة إذا لم يكن له زوجة، سواء توفيت أو لم يكن متزوجة من الأصل، أو المرأة توفي زوجها أو لم تكن متزوجة من الأصل، يسمى الرجل أيم والمرأة أيم. توفي زوجها السيدة حفصة وانقضت عدتها، فخرج سيدنا عمر فلقي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الطريق، فقال إن ابنتي حفصة تأيمت فهل لك فيها؟ فقال له سيدنا عثمان أنهلني. فلما كان اليوم الثاني قال إني قد بدا لي ألا أنكح يومي هذا. هذا الحديث فيه فوائد. ثم إنه رضي الله عنه خرج فلقي سيدنا أبا بكر فقال إن ابنتي حفصة قد تأيمت فهل لك فيها؟ قال فصمت أبو بكر فلم يرد علي شيئا. قال فوجدت عليه وجدا أكثر من وجدي على عثمان، وجدت ألمت، تأثرت من موقفي هذا. عثمان أرضي أمهلني في اليوم التالي أرضي لا أريد أن أنكح. أما سيدنا أبو بكر فلم يجيبه شيئا، سكت. قال فوجدت عليه أكثر من وجدي على عثمان. فلما كان اليوم الذي يليه أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلي حفصة. قال فأنكحته إياها، فلما انقضت مدة جاءني أبو بكر فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك لما قلت لي إن حفصة تأيمت وإني لم أرد عليك شيئا. قال نعم. قال والله إني قد سمعت قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله بدا له بعد ذلك ألا يقبلها، فإذا أخبرتك بذلك ستجد أكثر وأكثر. فلما خطبها أخبرتك له. أحبتي والله مسألة مهمة وخطيرة وكثير ما تحدث بيننا، كثير من الأصدقاء نحن نجهل جلسات صداقة ومودة وأخوة، يخرج أحد الناس يظن أن هذا ويكون هذا الكلام نتيجة مودة لك خاصة بينك وبين هذا الإنسان، يحدثك بحديث لا يريد لك أن تنقله إلى أي إنسان ولا حتى إلى أهله، قد يكون هو يأتمنك على أسراره فيحدثك، فيخرج هذا الإنسان إما يعني والعياذ بالله شرا وإفسادا، وإما قد يكون هكذا يعني تطرف بسيط عن كلام الفضول فيخرج فينشر هذا الكلام الذي فيه. الأنكى من ذلك أن يكون هذا الكلام فيه تعد أو سيوقع نكالا بهذا الإنسان إن أفشي السر. هذا الإنسان تكلم بالأوضاع الحالية مثلا، فنقل أحد الناس هذا الكلام إلى غيره، جاءوا به فأخذوه، فقتل هذا الرجل أو سجن أو حبس أو فعل به ما يفعل. نتيجة ماذا؟ نتيجة نقل سر سمعه إنسان يأتمنه ذاك الإنسان على كلامه فنقله إلى غيره، فكان من نتيجة ذلك أن أوذي هذا الإنسان في نفسه أو عرضه أو ماله. جريرة ذلك على من أفشى هذا السر.
في السنة الصحيحة يا أيها الكرام أيضا حادثة طيبة. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تحدث أنه في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا اجتمعت عنده نسوته فأرسل إلى فاطمة فدعاها فجاءت إليه رضي الله عنه. تقول السيدة عائشة: والله ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، تمشي كهيئة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من باقي أبنائه وبناته، لأنها عاشت بعده مدة، ولأنها الأصل في ذلك أكثر الناس من أهله اتباعا ومحبة له، فمحبته لها ليست محبة عاطفية كمحبتنا فقط لأبنائنا وبناتنا، وإنما لكثرة محبتها لاتباعه. تقول: فأرسل إليها فجاءت فسارها بكلام فبكت، ثم رفعت يعني انصرفت عنه قليلا، فلما رآها تبكي دعاه فسارها بكلام وضحكت وانفض المكان. فأرسلت السيدة عائشة إلى السيدة فاطمة: يا فاطمة، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضحكت ثم حتى بكيت ثم ضحكت؟ فقالت: ما كان لي لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اختصني من بينكن بهذا الكلام، فلما سارني ايش معنى هذا؟ هذا إذا خاص بي لا ينبغي أن أخبر به أحد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قبل أن أكمل يا أيها الأحبة، انظروا إذا إلى هذه المودة بين السيدة عائشة والسيدة فاطمة، فلعنة الله على من يكذبون فيقولون إن بين عائشة وفاطمة حقدا وضررا وأذى، وهذا هذه تبغض هذه وتلك تكره هذه، لعنة الله على الكاذبين. تقول: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلي فاطمة فقلت لها: يا فاطمة، بحقي عليك لما أخبرتني بما أخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إيش الحق عليها؟ هي زوجة أبيها، وهي سماها الله تعالى هي وأخواتها وأزواجه أمهاتكم، لا حق الأمومة، رغم أن السيدة عائشة على فكرة يا أحبتي أصغر سنا من السيدة فاطمة، السيدة فاطمة أكبر منها سبحان الله. فقالت لها: أما الآن فنعم، صاحب السر قبض إلى الله، أما الأولى فإنه أخبرني أنه سيقبض في أسبوع أو في جمعتنا هذه، سيقبض إلى الله عز وجل. قال: فبكيت، فأرسل إلي فقال لي: أما إنك أسرع أهلي لحوقا بي، فضحكت. ضحكت على ماذا؟ على أنها ستلحق بأبيها وين؟ تموت يعني. نحن بنسمع بالموت الله مسيرة إن شاء الله دقيقة. إحقنا، أنا بقول بعذر نفسي وبعذركم وبعذر المسلمين. لماذا؟ لأننا لن نجدد التوبة إلى الله. لو جددنا التوبة إلى الله استقبلنا الموت برحابة الصدر، ولكن الذي لم يجدد التوبة وقد وقع في حماس المعصية، فهذا الإنسان ينبغي له أن يجدد التوبة ويسرع حتى إذا فجاءه الموت يكون على خير ما يرام. لذلك يا أيها الأحبة الكرام، إفشاء السر مسألة خطيرة، وبخاصة إن كان ينتج عن ذلك ضرر يقع على إنسان مسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون ممن ينتفع بكلماتنا هذه وممن يحافظ على سر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.